هل تفكر بدء البيع في موقع ايباي ولكن أنت غير متأكد من ربحية هذا المجال؟ إذن أنت في الفيديو الملائم لكي تحصل على الجواب الصحيح. مرحبا، أنا رضا عازم من أكاديمية كامبوست، ولاحظت الكثير من الأشخاص تتردد في دخول مجال التجارة الإلكترونية عامة، والسبب هو معتقداتهم وعدم ثقتهم بكل شيء افتراضي أو غير ملموس. نحن الآن في سنة 2018، مجال التجارة الإلكترونية دخل في جميع مجالات حياتنا، وجميع الزبائن في العالم تشتري من المواقع الافتراضية مثل الأمازون، علي إكسبرس وموقع إيباي الذي يعتبر أول موقع افتراضي أنشئ في العالم والذي يحدد مسار التجارة الإلكترونية بالعالم. ملايين المنتجات معلنة في موقع إيباي وملايين الزبائن تدخل يوميا لشراء المنتجات، وكل يوم يسجل آلاف الزبائن الجدد المعنية بشراء منتجات في الموقع. ولكن من المستفيد من كل هذه المعطيات؟ المستفيدين هم التجار الذين يبيعون في موقع إيباي. بسبب كمية الزبائن الهائلة التي تدخل يوميا للموقع، سيكون احتمال كبير قسم من هذه الزبائن ستكون مهتمة في منتوجك من أي فئة كان. في سنة 2017 شبكات مجمعات تجارية كبيرة أعلنت إفلاسها في أمريكا وبريطانيا بسبب تقدم مجال التجارة الإلكترونية في دولتهم. دراسات تؤكد خلال الخمس سنوات القادمة التجارة الإلكترونية ستسيطر على 75% من التجارة العالمية، فلا تضيعوا الوقت على هذا السؤال واشتركوا الآن في موقع إيباي وانضموا إلى آلاف الأشخاص التي تربح المال عبر البيع في موقع إيباي. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحتوا في إضافة معلومات مفيدة لكم. وللأشخاص التي يوجد لديها أي ترددات أو مخاوف في دخول مجال التجارة الإلكترونية، اكتبوا لي تحت الفيديو ما الذي يمنعكم وسأحاول جاهدا بمساعدتكم. لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المثيرة المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت. أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيباي وأمازون. أتمنى لكم النجاح بمشروعكم وسأراكم قريبا، وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.